بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قبل الحقيقة بداية البرنامج، نود أن نرفع التعازي وصادق المواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع والنائب الثاني مستشار خادم الحرمين، وإلى أسرة الفقيد والشعب السعودي الكريم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرفع درجاته في الدارين، إنه سميع مجيب. كلمة لكم يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن كذلك نعزي خادم الحرمين وولي عهده ونائبه الثاني وأسرة الفقيد بدر بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله له المغفرة والرحمة والرضوان والسكنى في عالي الجنان، والدينا وإخواننا المسلمين، إنه سميع مجيب. نعم شيخ، نود أن تلقي الضوء والتفسير على الآيات المباركات في سورة البقرة آية الكرسي، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نعم، هذه الآية العظيمة تسمى آية الكرسي، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها كرسيه سبحانه وتعالى، وهي أعظم آية في كتاب الله لما تشتمل عليه من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ونفي النقائص والعيوب عن الله، فهي جمعت بين النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال لله عز وجل، ونفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهي آية عظيمة فيها إثبات الكمال، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، وكل معبود سواه فهو باطل. الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نوم
ولا نعاس. القيوم القائم سبحانه وتعالى بنفسه، الغني عن خلقه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا نافيا عنه النقص: لا تأخذه سنة، وهي أول النوم والنعاس، ولا نوم، وهو النوم المستغرق، لأن النوم موت، إلا أنه موتة صغرى. والله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما في الحديث. ثم قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وعبيدا وخلقا، كلهم خلقه سبحانه وتعالى، وكلهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم كيف يشاء، ويأمرهم وينهاهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا نفي، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة معناها الوساطة في قضاء حوائج المحتاجين، فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه لعظمته سبحانه وتعالى، وأما غيره فيشفع عنده الشفعاء ولو لم يأذن، ويضطر إلى قبول شفاعتهم لحاجته إليهم. أما الله جل وعلا فهو غني عن خلقه، فلا أحد يشفع عنده في أحد إلا بإذنه، يأذن سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، هذا شرط في قبول الشفاعة. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، ممن استوجبوا العذاب ودخول النار بذنوب دون الشرك، فتنفعهم الشفاعة بإذن الله إذا تقبلها الله. الشفاعة المثبتة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من عصاة الموحدين. أما الكافر والمشرك فلا تقبل فيه شفاعة، قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وصف نفسه جل وعلا بالعلم المحيط، ما بين أيديهم أي ما أمامهم من المستقبل، وما خلفهم من الماضي، ماضي الزمان، فهو يعلم ما كان ويعلم ما يكون سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا، ولا أحد يشارك الله جل وعلا في علم الغيب، هذا من خصائصه سبحانه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لمن أذن الله له وأطلعه على شيء من الغيب لمصلحة العباد، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله يطلعهم على ما يشاء من الغيب معجزة لهم ومصلحة لأممهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فمن ارتضاه من رسله فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه، وأما غير الرسل فمن ادعى شيئا من علم
في برنامج فتاوى على الهواء. معنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وهو يفسر الآيات المباركات في أواخر سورة البقرة في آية الكرسي، في قول الحق تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. ارتضاهم الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، كلها محيط بها، وهو فوقها، وهو فوق السماوات، وهو تحت الكرسي، والكرسي أعظم، وهو تحت العرش، والعرش أعظم منه، أعظم من الكرسي. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا كرسيه وسع السماوات والأرض، وعرشه فوق ذلك، فوق مخلوقاته وسعها، فهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، ولا يشق عليه سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم ختم الآية بقوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. العلي فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فله العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة اشتملت على جملة من صفات الله عز وجل وكمالاته، ونفت عنه النقائص والعيوب. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بعد أن استمعنا إلى تفسير هذه الآيات المباركات في سورة البقرة آية الكرسي، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ المتصل أحمد من نجران. أحمد معنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. الله يجزاكم خير يا فضيلة الشيخ. عندي استفسارين طال عمرك. تفضل. السؤال الأول: جزاك الله خير، ما حكم كثرة الشك في الوضوء والصلاة؟ والثاني، السؤال الثاني. السؤال الثاني: الله يطول عمرك، ما حكم شرب حليب الإبل؟ طيب، شكرا. جزاكم الله خير. شكرا. نعم، الشك والوسواس على المسلم أن لا يلتفت إليهما في جميع العبادات، لأن هذا من الشيطان. فهو عند بداية الوضوء يقول بسم الله كما ورد في الحديث، لأن بسم الله تطرد عنه الشيطان، فلا يلتفت إلى الوساوس، بل يكمل وضوءه كما أمره الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى الوساوس التي يلقيها عليه الشيطان. نعم، أحسن. وأما السؤال الثاني: شرب حليب الإبل، لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب أبوالها وألبانها، خصوصا للمصاب بالحمى، فهي طاهرة، وأبوالها وألبانها طاهرة، وألبان الإبل مغذية ومفيدة، فهي من الطيبات. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة من الدوادمي الحقيقة أرسلت
مجموعة من الأسئلة. تقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أبشركم بأن الجميع يدعو لكم على تفضلكم بهذه الفتاوى وهذه الإجابات المسددة. تقول: هل يجوز للمرأة المدرسة أخذ إجازة اضطرارية لأخذ عمرة ومن ثم العودة إلى مدرستها؟ والله هذه مسألة حكمها النظام، إذا كان النظام يسمح لها ويمنحها إجازة لأجل العمرة فلا بأس بذلك، أما إذا كان النظام لا يسمح لها فلا يجوز لها ذلك. والعمرة ليست اضطرارية، وإنما العمرة عبادة مستحبة، إلا إذا كانت عمرة الإسلام لم تعتمر قبلها وتريد أن تعتمر لتؤدي عمرة الإسلام، فيكون هذا مما يبيح لها طلب الإجازة الاضطرارية لتؤدي هذا الواجب عليها. نعم. تقول: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليم من الصلاة واردة أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي ورد في الروايات الكثيرة، وأما زيادة وبركاته هذه وردت في بعض الروايات، ولكن العمل على السلام عليكم ورحمة الله. نعم. تقول: إذا وصل المسافر إلى منزله وهو قد جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ووصل قبل دخول وقت العشاء الأخير، ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا، لأنه صلى والحمد لله وجمع وقصر، وهو يجوز له ذلك ما دام لم يصل إلى بلده وهو بالطريق أدى الصلاة والحمد لله. نعم. أبو هيان من الباحة، تفضل أبو هيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا نشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ، جزاكم الله خير. تفضل. والشيء الثاني طال عمرك، عندي سؤالين. السؤال الأول: ما حكم الانحناء لتقبيل قدم الأم إذا كانت واقفة؟ والسؤال الثاني الانحناء لتقبيل قدم الأم إذا كانت واقفة. طيب، والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني: رجل يصلي جميع الفروض ولكنه لا يصليها في جماعة. طيب، شكرا. نعم، الانحناء هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن تقبيل يد الأم، اليد للرجل، يقبل يد والدته أو يد والده أو يد العالم أو يد ولي الأمر، هذا لا بأس به، لكن من غير انحناء. إذا انخفض يسيرا لأجل التقبيل فلا بأس بذلك، وأما أنه ينحني وينزل وهو واقف ليقبل رجل الأم فهذا لا ينبغي، وهذا فيه تكلف أيضا. نعم، إذا كان لا يحتاج إلى انخفاض وإنما هو جالس عند قدمها وقبله من باب الإكرام لها فلا بأس بذلك. نعم. رجل يصلي جميع الفروض ولكنه يصليها في منزله، هذا تارك لواجب عظيم وهو صلاة الجماعة، فهو أدى الصلاة ولكنه ترك واجبا وهو صلاتها في الجماعة، فإذا كان معذورا فلا بأس، وأما إذا كان غير معذور فلا يجوز له هذا وهو آثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمسلم يصلي مع الجماعة، ولماذا بنيت المساجد؟ ولماذا شرع الأذان والنداء لها إلا لتصلى جماعة؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بأصحابه، وكان يتفقدهم ويقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، ويقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما
ولو حبوا، وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. دل على وجوب صلاة الجماعة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم ولتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فليحافظ المسلم على صلاة الجماعة ولا يتهاون بشأنها. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخت من الدوادمي تقول: تسكن المرأة بالدور العلوي مع أهل زوجها، وإذا نزلت عند أمه تلاقي مشاكل مع أهله تنعكس على حياتها مع زوجها، هل إذا قطعت الصلة بهم والزيارة تكون قاطعة للرحم؟ تقول: علما بأن أولادي يقومون بزيارتهم. نعم، تقول إن هذه المرأة أنها تسكن بالدور العلوي مع أهل زوجها، وإذا نزلت عند أمه تلاقي مشاكل مع أهله تنعكس على حياتها مع زوجها، تقول إذا قطعت الصلة بينهم وبين هذه الأم، ولكن تقول أولادي يقومون بزيارتهم. إذا كان يترتب على زيارتها مفسدة كما تقول، فإنها لا تنزل، لا تكثر من النزول ولا تنزل إلا بعض الأحيان، وأيضا الحمد لله عندها الجوال وعندها التلفون، تكلمها ويعني تسمح خاطرها بالكلام الطيب بواسطة التلفون ويحصل المقصود والحمد لله. نعم. من الأسئلة التي وردتنا: شيخ صالح، أذهب إلى الرياض للزيارة وأقيم أحيانا 4 أيام، هل يجوز لي القصر والجمع، علما بأن مدينتي تبعد عن الرياض 150 كيلومتر؟ إذا كنت بالرياض بجوار المساجد صل مع المسلمين يا أخي، صل مع المسلمين. وأما إذا كنت بالطريق ذهابا وإيابا فإنك ليجوز لك الجمع والقصر إذا بلغت المسافة 80 كيلو فأكثر. وإذا أقمت إقامة في حدود 4 أيام فأقل، ولكن ما عندك مساجد، فلك أن تقصر. وأما الجمع فلا حاجة إليه لأنك نازل، والجمع إنما يكون لمن جد به السير. نعم. قراءة القرآن شيخ من الجوال هل يلزمها طهارة؟ ولمس الآيات في الشاشة هل يجوز؟ نعم، قراءة القرآن من الجوال هل يلزمها طهارة؟ وكذلك لمس الآيات في الشاشة؟ لا، ما يلزم طهارة، الطهارة إنما تكون لمس المصحف مباشرة، لمس المصحف مباشرة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس، في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. والجوال المسجل فيه القرآن هذا أو المكتوب فيه القرآن على شاشته هذا ليس مصحفا، هذا جوال، فله أن يقرأ فيه وأن يحمله وأن يمسه ولا حرج في ذلك، ولو كان على غير طهارة، لأنه ليس بمصحف ولا يأخذ أحكام المصحف. نعم، تفضل أخي عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. جزاك الله بالخير. حكم من عليه دين في الزكاة يا شيخ؟ نعم، الذي عليه دين كيف يزكي؟ إذا كان عنده مال يزكيه،
إذا بلغ النصاب، إذا كان عنده مال يبلغ النصاب يزكيه ولو كان عليه دين. نعم، بارك الله فيك. شكرا عبد الرحمن. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. أختنا تسأل الشيخ بأنها ذهبت للعمرة وبعد الإحرام أتتها الدورة ولم تعتمر، وذهبت إلى الرياض بدون عمرة وقد تزوجت، هل عقد الزواج صحيح؟ هذا خطأ كبير، ما زالت محرمة، والحيض ليس بمسوغ لخلع الإحرام، تنتظر حتى تطهر وتؤدي العمرة، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إذا أحرم الإنسان بحج أو بعمرة فلا بد أن يؤديه بالتمام بمناسكه، إلا إذا أحصر، وهذا ليس إحصارا، فهي ما زالت محرمة وعقد النكاح غير صحيح، وعليها أن تتجنب محظورات الإحرام وتبادر بالذهاب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها. وإذا كان حصل عليها جماع فتكون عمرتها فسدت، لكن تمضي فيها وتكملها ثم ترجع إلى الميقات وتحرم بعمرة أخرى قضاء للعمرة الفاسدة، الميقات الذي أحرمت منه في الأول، وتؤدي عمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة. وعليها أن تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام، ولا بد من تجديد العقد، لا بد من تجديد العقد مرة ثانية. لماذا لم تسأل وهي في مكة لما نزل عليها الحيض؟ لماذا لم تسأل في ذاك الوقت؟ نعم، أحسن الله إليكم. رجل فضيلة الشيخ أنقذ امرأة من حريق وموت محقق، هل تكون له أخت وتسلم عليه؟ لا، هذا عند العوام، هذه مسألة يتداولها العوام وهي لا أصل لها في الشرع، لا يكون محرما لها، هو محسن في أنه أسعفها وأنقذها، ولكن لا يكون محرما لها. المحرم إنما يكون بقرابة النسب أو بالرضاع، أو بالرضاع المحرم، أو يكون بالمصاهرة. أما مجرد أنه أنقذها من مهلكة فهذا لا يجعله محرما لها. نعم. يقول السائل الشيخ بالنسبة للحشرات والنمل، هل ورد شيء من الأحاديث بقتلها، وخصوصا ما يسمى بالذر، لأنه في وقت الصيف بدأ يخرج على حافات البيوت والأبواب؟ إذا كان الذر والنمل وغيره من الحشرات مؤذيا ولا يندفع أذاه إلا بقتله فإنه يقتل دفعا لأذاه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا دخلت في مناسبة من المناسبات وفي مجلس كبير وسلمت على الحضور مصافحة، هل هذا جائز؟ نعم، هذا هو المطلوب، إذا سلم عليهم وجلس، ألقى عليهم السلام وجلس فهذا كافي، وإذا دار عليهم وصافحهم فهذا أيضا لا بأس به، بل قد يكون هذا أحسن تطيبا لخواطرهم. نعم. طيب، معنا اتصال من مسلط من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. بكلم الشيخ الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. الشيخ أنا عندي سؤال طال عمرك فيه موضوع بيع البطاقات الاتصال. الحين فيه طريقة متداولة، يعني إن أشتري بطاقات مثلا مع مجموعة تقريبا 50,000 بطاقة أو كذا، يعني بما قيمتها مثلا 30,000 ريال، واشتريها تقسيط، اشتريها من صاحب البطاقات ويقصد علي المبلغ مثلا ب 50,000 وهي قيمتها نقد ب 30,000،
وبعدين أنا أبيعها فورا، يعني ممكن أبيعها لواحد أضطر أحيانا أني أبيعها بخسارة 1000 ريال أو 2000 ريال وكذا على أساس أنها تأخذ مني. ما أدري وش حكم هذا يا شيخ الله يحفظك. بطاقات إيش يا أخي؟ بطاقات سوى، بطاقات الاتصال سوى. الاتصال؟ إيه نعم، بطاقات اتصال مدفوع اللي مثل اللي في إيه الاتصال. إذا كان فيها نفع وتكلم فيها إلى أن تنفد فهذه تعتبر من المال، لأن هذا شراء شيء فيه منفعة فلا بأس بشرائه، وإذا أردت أن تبيعه فهو ملكك تبيعه أيضا. نعم. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول بالنسبة للصابون المعطر هل يجوز استعماله والإنسان محرم؟ يتجنب ما فيه رائحة تبقى على اليد أو على العضو، يتجنب هذا. أما إذا كان أنه ما يبقى له أثر ولا رائحة فلا بأس. نعم. إذا لم يجد المحرم يا شيخ ثمن الفدية التي كانت عليه ماذا يفعل؟ أي فدية؟ إذا كان عليه فدية من عمل سابق في من محظورات الإحرام، يعني فدية عن محظور من محظورات الإحرام؟ نعم يا شيخ. أي محظورات الإحرام تختلف، أي محظور؟ لم يذكر هنا المحظور ولكن يقول بعموما محظورات الإحرام منها ما فيه فدية على التأخير ومنها ما فيه فدية بدون تأخير، فهي تختلف. لا بد يبين ما سبب الفدية لأجل يتضح الإجابة عليها. نعم. الصلاة في سطح المسجد علما بأن متابعة الإمام تكون عبر الميكروفون لا بأس بذلك، إذا كان معه أحد وصلوا خلف الإمام وهم في السطح فلا بأس بذلك ولو كانوا مرتفعين على الإمام. نعم. أحسن الله إليكم، ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى على الهواء. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ صالح، هذا يقول أهدى أحد الأشخاص كتبا لي وقد استغنت عنها المدرسة، فهل يحق لمدير المدرسة أن يقبلها ويضعها في مكتبة المدرسة ليستفيد منها الجميع؟ نعم، إذا كان فيها فائدة والمدرسة فيها مكتبة للمطالعة فيضع فيها هذه الكتب ليستفيد منها الجميع. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للرؤى، هناك ما تسمى بالكتب حيث يرجع لها بعض الناس لتفسير هذا الرؤى، هل هي صحيحة؟ ونرجو من الشيخ إجابة حول ذلك. لا، الكتب تعبير الرؤى ليس فيه كتب صحيحة، وإنما تعبير الرؤى يرجع إلى فراسة المعبر، إلى فراسة المعبر وخبرته وتفرسه في أحوال الرائي وأسباب الرؤيا. ليس لها كتب، هي تختلف، هي على ضابط واحد، تختلف في هذا حسب الأحوال وحسب الأشخاص، وقد تكون مجرد أضغاث أحلام، قد تكون من الشيطان، ولا تكون أحلاما لها تأويل ولها تفسير. نعم. هذه امرأة تسأل يا شيخ، تقول أنا في المدينة المنورة وصليت الظهر في الحرم مع الإمام، وبعد صلاة الظهر صليت العصر قصرا، وأنا بعد ذلك سافرت إلى القصيم، فما حكم هذه الحالة؟ نعم، إذا كانت إنها مسافرة من القصيم وجمعت في المسجد النبوي، صلت مع الإمام الصلاة الحاضرة ثم جمعت معها الصلاة التي بعدها وهي مسافرة فلا بأس بذلك. نعم. أبو عبد الرحمن من الرياض تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف حال الشيخ؟ حياكم الله. العام الماضي حجيت أنا وبنتي، وكان جتها الدورة قبل طواف الإفاضة، وكان معنا شيخ في الحملة قال ما يمنع تطوف المرأة حتى لو عليها دورة، فطافت يعني وهي عندها الدورة، فهل يجوز ولا ما يجوز؟
لا ما يجوز، هذه فتوى خاطئة، وعليها ما زال طواف الإفاضة عليها، لأنه لا يكمل حجها إلا به، فترجع وتأتي بطواف الإفاضة لتكمل حجها. نعم. أهمية الفتوى فضيلة الشيخ، وخصوصا فيما يتعلق بالأحكام وغيرها من الحج والعمرة. الفتوى لها جهات مخصوصة يرجع إليها، والحج فيه مفتون معمدون لهذا الشيء، والذين مع الحملات ليس من حقهم أن يفتوا الناس بدون إذن من ولي الأمر الذي يختار للفتوى من يحسنها ويضبطها. الفتوى ليست فوضى، وهذا دين لا يتساهل فيه، فعليه من يتق الله عز وجل. وهذه الفتوى أنها تطوف وهي حائض، هذه فتوى خاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة أم المؤمنين وهي محرمة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الرسول يقول لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا يقول تطوف وهي حائض، هذا لا يجوز منه، وهذه فتوى بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم. هاجد من الدمام، تفضل. هاجد، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت هاجد اكسر التلفزيون يا هاجد. هاجد اكسر التلفزيون لأنه مشوش علينا. تفضل تفضل تفضل. طيب هاجد. نعم. طيب الشيخ، أنا أحرمت أنا والعائلة حقي قبل الميقات من غرف، وأحرمنا منها وعلى أساس أننا نحاذي الميقات ونهب بالتلبية العمرة، ولكن اللوحات ما شفناها وتجاوزنا الميقات حتى ما هبينا بالتلبية العمرة، فما أدري يا فضيلة الشيخ يلزمنا شيء أو عمرتنا صحيحة؟ جزاك الله خير. شكرا يا أخي. التلبية سنة ما هي بلازمة، لكن المدار على النية. الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نويتم الدخول والشروع في النسك فقد أحرمتم، ولو كان قبل الميقات أو عند الميقات. أما إذا كنتم تعديتم الميقات ولم تنووا الإحرام إلا بعدما تعديتموه فيكون عليكم فدية، لأنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام. نعم. أحسن الله إليكم. رجل بعد الفراغ من عمرته الشيخ وجد في ثياب إحرامه نجاسة، فما الحكم؟ يغسلها للمستقبل، وأما ما فات وهو لم يعلم به فصلاته صحيحة. نعم. يقول هل يجوز التمسح بثوب الكعبة؟ لا ما يجوز هذا، هذا فعل العوام وفعل ما يجوز. المشروع في الكعبة المشرفة الطواف بها فريضة أو تطوعا، والصلاة إليها واستقبالها في الصلاة، وأما التمسح بها أو التمسح أو التعلق بأستارها أو بالباب هذا لا أصل له، إنما الذي ورد أنه يستلم الركن اليماني يمسح باليد عند المرور به للطائف، والحجر الأسود يستلمه بيده ويقبله إن تمكن، أو يشير إليه من بعد عند الزحمة. وأما استار الكعبة وباب الكعبة فهذا لا أصل له، حتى أركان الكعبة الشامي والعراقي لا تستلم ولا تمسح. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال أبو ياسر من جبيلة، تفضل أبو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أبي أسأل فضيلة الشيخ الله يحفظك. طيب تفضل. يا فضيلة الشيخ الله يبارك فيك، أنا لي أخ شقيق. نعم. يبعد يمكن 600 كيلو على طريق الحجاز، فيكون لي سفر أحيانا أمر عليهم للسلام، سكر الباب ويجي هنا يمكن حوالي 4 مرات،
فهل أقطع الاتصال به ولا عاد أمر عليه ولا وش الشرع وش أمرني الشرع به؟ شكرا. يسكر الباب دونك؟ نعم يسكر الباب علينا ويدخل عياله. نعم يسكر ويدخل أولاده من عند الباب. وش سبب تسكير الباب بينك وبينه؟ نفسانية وإلا؟ ما بيني وبين شيء، لأنه أتوقع أنه مبغض بس من هالطريقة هذه. وهو أخو لك؟ أخو لي شقيق. نعم الواجب عليك أن تصله، الواجب عليك أن تصله وأن تذهب إليه وتطلب منه المسامحة وتؤدي الذي عليك من صلة الرحم، وأنت مأجور إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأنت على خير وعلى أجر، وهو تسأل الله له الهداية ويذهب ما في نفسه ويصل رحمه. نعم أحسن الله إليكم. سؤال مشابه لما ورد قبل قليل من الأخ. هذه السائلة تقول حلفت أختي ألا تدخل بيت أختها لخلاف بسيط حصل، والآن خافت من القطيعة وتريد أن تكفر فضيلة الشيخ، ماذا تعمل؟ نعم يجب عليها أن تكفر عن يمينها وأن تصل أختها. قال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أن تبروا وتصلحوا بين الناس. فيجب عليها أن تكفر عن يمينها وأن تصل رحمها. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم أخذ نسبة من البائع؟ فأنا عندي دكان، فإذا أحضر لي زبون هل أعطيه نسبة من قائمة الفاتورة ويحمل هذه النسبة على الزبون؟ إذا أخبرتم الزبون بهذا واطلع عليه ورضي به فلا بأس بهذا. نعم فضيلة الشيخ بالنسبة لرفع الأيدي في التكبيرات كم مواضعها؟ الثابت ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، وهناك موضع الرابع مختلف فيه وهو عند قيامه من التشهد الأول. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول عندما يكبر الإنسان لصلاة الظهر وفي ركعته الأولى سمع الأذان، ماذا يفعل حيال ذلك؟ نعم يقول كبر لصلاة الظهر وفي الركعة الأولى سمع الأذان، ماذا يفعل؟ إذا كان كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإنها لا تصح فريضة، يقلبها نافلة ويكملها ويصلي الفريضة بعد دخول الوقت. نعم شيخ، من أحرم متمتعا ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج ماذا عليه؟ يكون الأصح فيه والأقرب فيه أنه ينقلب من متمتع إلى قارن بين الحج والعمرة، فيمضي ويكون قارنا بين الحج والعمرة، لأنه أدخل الحج على عمرة لم تتم فيكون قارنا بين الحج والعمرة ويكون عليه فدية التمتع. نعم علي من الخارج تفضل. علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ما حكم ركعتين الوضوء مع ركعتين الضحى إذا صار كلها صليتها ركعتين؟ يا أخي إذا صليت صلاة الضحى توضيت وصليت صلاة الضحى تكفي عن ركعتي الوضوء، تدخل فيها والحمد لله. يعني تدخل النية سوى؟ أي نعم تدخل فيها، تكفي صلاة الضحى تكفي عن سنة الوضوء. نعم شكرا. هذا السائل أبو سعد يقول الشيخ صالح بأنه حصل علي غبن في معرض السيارات وأنا قد ذهبت عصر ذلك اليوم لشراء سيارة، فحصل علي غبن وغش، فأرجو من الشيخ توجيه حول هذا لمن يبيعون السيارات مأجورين. اللي يبيعون السيارات وغيرها يجب عليهم
النصيحة، الدين النصيحة وعدم الغش للزبائن وعدم الخديعة لهم والغبن لهم، فيجب أن يبينوا ولا يكتموا، وأن لا يظلموا الزبائن بالزيادة عليهم التي لا حقيقة لها. هذا من الصدق في البيع والشراء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار، ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فعليهم أن يتقوا الله في معاملاتهم، ويرحموا إخوانهم ولا يظلموهم، ويكون بيع المسلم للمسلم المبني على النصيحة وعلى عدم الغش، هذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. من المدينة السائل يقول: بالنسبة لتمور المدينة، هل تقوم هذه التمور مقام العجوة؟ وهل ورد شيء في عجوة المدينة؟ نعم، ورد في عجوة المدينة أن من تصبح بسبع تمرات أنه لا يضره سحر ساحر. ومن العلماء من يقول هذا عام في التمر كله، أن يتصبح بسبع تمرات ولو لم يكن من العجوة، ولكن إذا وجدت العجوة عجوة المدينة فهي آكد وأفضل. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في عام 1432 العام الماضي كنا في مكة وقد حجينا ولله الحمد، ولكننا كنا نجمع الصلوات الرباعية قبل يوم التروية. نعم، لا بأس بذلك، هذا خلاف الأفضل. الأفضل لمن كان نازلا أنه لا يجمع، إنما الجمع في حالة السير في الطريق، ولكن المقيم إذا جمع، المقيم في أثناء السفر إذا جمع جاز له ذلك، ولكنه خلاف الأفضل. نعم. تفضل يا أخي نواف من القيصومة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والله نحبك الله يا شيخ، جزاكم الله خير. سؤالي يا شيخ: شغال في الهلال الأحمر، ومرات يؤذن المؤذن ونقل لي حالة إسعافية وتأخر الصلاة ساعة ساعتين ونحو ذلك، وأكون مرات يكون النقل أكثر من 80 كيلو، فما كيف أجمع الصلاة أو ماذا أفعل يا شيخ؟ الله يجزاك خير. إذا كان هذا حالة ضرورة، إذا كان حالة ضرورة والحالة الإسعافية تتطلب أنك تلازم المصاب، فأنت معذور في هذا، والوقت واسع، فتصليها في آخر وقتها عندما تنتهي المهمة. وإن كنت تعلم أن المهمة ستستمر ولا تستطيع أن تترك المصاب، فإنك تجمع بين الصلاتين قبل مباشرة المهمة. إذا دخل وقت الأولى، إذا دخل وقت الصلاة الأولى وأنت تعرف أنك ستدخل في أداء المهمة ويستمر، فأنت تجمع بين الصلاتين جمع تقديم. وإن كان ما دخل وقت الأولى فإنك تؤخر الأولى وتجمعها مع الثانية جمع تأخير، نظرا للعذر، لأنك ملازم لهذا المصاب. نعم. طيب، شكرا. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن مسابقة الإمام وموافقته. كلاهما لا يجوز، لا مسابقته ولا موافقته، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تكبروا حتى يكبر، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبل أن حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. فتكون أقوال الإمام وأفعال الإمام تكون أقوال المأموم وأفعال المأموم بعد الإمام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم الجهر بالمسبلة بالنسبة للإمام؟ السنة أن لا يجهر بها،
لحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها لا يجهر بها، إنما هي يأتي بها سرا. نعم. فضيلة الشيخ، هل لي أن أكمل وردي من القرآن في صلوات النوافل أم يكفي خارج الصلاة؟ لا، ما يكون الورد في الصلوات، يكون خارج الصلوات، وأنت جالس بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، ورد الصباح وورد المساء يكون وأنت جالس أو وأنت ماشي أو وأنت مضطجع. نعم. سائل يقول إنه اشترى قطعة أرض شيء قبل 10 سنوات ولم يبيعها حتى الآن، هل يزكيها وما شرط هذه الأراضي التي للبيع؟ إذا كان ينويها للبيع وتبلغ قيمتها النصاب فإنه يزكيها كل سنة، لأنها من عروض التجارة، فيزكيها كل سنة. وقد جاء في الحديث: أخرجوا الزكاة مما تعدونه للبيع، أو ما هذا معناه. فإذا كان ينويها للبيع فإنه إذا مضت سنة من نيته بيعها فإنه يزكيها بأن يقومها بما تساوي ويخرج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يا شيخ صالح، كيف يتخلص المصلي من التفكير وهو في الصلاة، وهل تعتبر الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة إذا أدى أركانها وواجباتها، ولكن لا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما حضر فيه قلبه من صلاته، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، وهذه الاستعاذة تطرد عنه الشيطان بإذن الله. وإذا أحس بوسواس فإنه يرفضه ويقبل على صلاته ولا يضره إن شاء الله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الحقيقة، ونحن في ختام لقائنا مع فضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان ندعو لفقيدنا الأمير بدر بن عبد العزيز بالمغفرة والرضوان، ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، ونتوجه مرة ثانية بالشكر لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء الأربعاء فتاوى على الهواء. شكرا لفريق العمل في منزل الشيخ، والشكر موصول لزميلي مخرج هذه الحلقة وبقية أفراد زملاء مخرجي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.